وقلت الشيخ أحمد الحمود لما كان وزير داخلية في السابق لسمعته القوية والصلبة في إدارة وزارة الداخلية وبحاجة حق هالنوعية. لكن أول تصريحه وشفنا لقاء لك كلمة اكتفيتوا، قلتوا اللي عندكم اكتفيتوا، وكنك برحابة صدر تقبلت كل الهجوم اللي يصير على رئيسك وعلى الحكومة وعلى زملائك. لكن لما تنقال عنك كلمة من شخص آخر هني يكون الزعل. ليش ترضى من الناس يهاجمونك ويهاجمون رئيسك ويهاجمون زملائك؟ مقبولة وحلوة على قلبك، ولين قالت كلمة من طرف آخر حتى سلام ما تسلم عليه.